أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الموقف الأمريكي من دعم التحالف العربي في اليمن. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعارض فرض قيود على المساعدات الأمريكية للتحالف في اليمن. أضاف بومبيو أن السبيل الوحيد لتخفيف معاناة الشعب اليمني لن يكون إلا بهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران وضمان السلام العادل. بومبيو عبر عن قلقه من مماطلة الحوثيين في التقدم بتنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين. إلى ذلك، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء الدعم للحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مستجدات الموقف الأمريكي من اتفاق ستوكهولم، وآثار تصويت مجلس الشيوخ على الموقف الأمريكي من دعم التحالف السعودي الإماراتي. إصرار أممي على دعم العملية السياسية ودعم أمريكي لها، حيث أكدت الأمم المتحدة ضرورة دفع كل الأطراف المعنية بالسلام في اليمن باتجاه التوصل إلى حل سياسي. وتبدو الأمم المتحدة متفائلة بتقدم في المفاوضات الجارية رغم كل المعوقات الدالة على فشلها. فقد صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك بأن المنظمة الدولية منخرطة بشكل إيجابي مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإشارة الأممية للدعم الأمريكي أتت بعد تلقي المنظمة الأممية وفق دوغريك تأكيداً أمريكياً بدعم مبعوثها أنطونيو غوتريش لأجل التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية. تزامن التأكيد الأمريكي على دعم الأمم المتحدة مع تصريحات البيت الأبيض الرافضة لفرض عقوبات على السعودية تتضمن وضع قيود على المساعدات الأمريكية للتحالف في حرب اليمن. وقد قال وزير الخارجية الأمريكي إن فرض قيود عسكرية على الرياض يزيد من معاناة الشعب اليمني، مؤكدا بأن استمرار الدعم العسكري للسعودية سيعمل على هزيمة الحوثيين المدعومين من إيران، كون هزيمتهم هي الطريق لضمان سلام عادل يضمن تخفيف معاناة الشعب اليمني. لكن الحديث الأمريكي عن هزيمة الحوثيين لم يتجاوز بعد دائرة القلق، فقد صرح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك لقناة بلقيس بأن بومبيو قلق من مماطلة الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين. ومع ذلك فإن ميليشيا الحوثي لا تبدو مكترثة للقلق الأمريكي، حيث أكدت مصادر ميدانية استهداف الحوثي مواقع عسكرية في غرب وشرق مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي لبيب ناشر. أهلا بك سيد ناشر. إذن كيف تنظر إلى تحركات الخارجية الأمريكية في الملف اليمني بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي إثر لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفيث؟ حقيقة الأمر، الخارجية الأمريكية في موقف صعب جدا. الخارجية الأمريكية ما بين مطرقة الضغط ضغط مجلس النواب أو الكونغرس الأمريكي على الحكومة الأمريكية بإيقاف جميع الجهود التي تساند السعودية ودول التحالف في حربها ضد الحوثي في اليمن، وما بين مطرقة الفشل الذريع الذي تواجهه قوات التحالف الشرعية في مواجهاتها مع الحوثي. ما يحصل حاليا هو الصراع ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، جعل موقف إدارة ترامب حرج جدا، فلا هي التي تستطيع أن تقنع السياسيين في الكونغرس باستمرار دعمها لقوات عسكرية أثبتت فشلها في إدارة الحرب لمدة 4 سنوات. إلى متى ستظل الحكومة الأمريكية تدعم هذا ما يقوله الديمقراطيين في مجلس الكونغرس؟ إلى متى ستظل الحكومة الأمريكية تدعم قوات تفجر، تقصف، تقتل دون أي طائل عسكري، دون أي تقدم ملموس على الأرض؟ طبعا بالنسبه لاتفاق الحديده، لا اعتقد ان الحوثي الان يهمه ان يكون هناك اي مفاوضات. سمعت انا تصريح رئيس وزير الخارجيه اليمني الذي قال فيها نحن لن نذهب الى اي مفاوضات قادمه
ان لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق ستوكهولم. انا لا اعتقد انه ستكون هناك اي مفاوضات قادمه او الحوثي بمعنى ادق، لا اعتقد ان الحوثي سيطلب ان يكون هناك اي مفاوضات قادمه. الحوثي الان لا يهمه ان يكون هناك اي مفاوضات قادمه، لا يريد ان تكون هناك اي مفاوضات قادمه، هو الان يسيطر على الوضع، هو الان مسيطر على الحديده، لماذا سيكون هناك مفاوضات قادمه بالنسبه للحوثي؟ الشرعيه هي من تريد الان مفاوضات قادمه لانها توصلت الى مرحله معينه في العمل العسكري في الحديده، ثم بضغط من اللوبي الحوثي في العالم فرضوا على الشرعيه التوقف الى ذلك الحد. الان الشرعيه هي التي في الموقف الصعب، قوى التحالف هي التي في الموقف الصعب، الامم المتحده هي من يريد ان يحرك ملف ستوكهولم. فاما بالنسبه للحوثي، الحوثي طلب المفاوضات لسبب بسيط، ان يرتب اوراقه الداخليه ولكي يسقط اخر موقع كان سيضعف كل جبهته الداخليه الذي هو حجور وطريق الامداد من عاهم. اسقط حجور، اصبحت حجور بيد الحوثي، اصبحت جميع المناطق الغربيه الان ومناطق تهامه وخطوط الامداد فيها مؤمله بيديه. اذا ليس هناك اي داعي لان يطلب اي مفاوضات قادمه، هو الان مسيطر على الوضع، هو الان مسيطر على الارض. هو كويس جدا، ما عندوش اي مشكله، المشكله لدينا نحن في جانب الشرعيه ولدى حلفائنا الذي فشلوا في اداره الحرب للاسف. للاسف نحن لم نحقق اي نجاح حقيقي، ما حققنا خلق ميليشيات وتضارب بين الاحزاب، الاحزاب الذي تشكل القوى الوطنيه التي في الصف الجمهوري، هذا كل الذي نجحنا فيه. طيب ارجو ان تحتفظ بهذه الفكره وهذا المنطلق سيد ناشر، لكن دعني قبل ذلك ارحب بمن ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول، الصحفي والباحث السياسي سيد عبد السلام محمد. اهلا بك استاذ عبد السلام. الى اي مدى ترى ان الجهود الامريكيه الحاليه، باعتبار انه اذا عدنا بالزمن الى شهر نوفمبر او ديسمبر الماضي ونتذكر تصريحات وزير الدفاع انذاك ماتس حول ضروره التوجه الى اتفاق ستوكهولم، الان الى اي مدى يمكن ان تسهم الجهود التصريحات الامريكيه في انعاش مساله تنفيذ اتفاق ستوكهولم؟ اولا كانت تصريحات ماتس سابقا هي نوع من يعني جذب الحوثيين الى مائده التفاوض والحوار، وحتى انهم اضطروا الى التصريح بمساله امكانيه اقامه حكم ذاتي للحوثيين في الشمال، وهو امر قائم في اطار الخطه المطروحه على تقسيم المشاكل، تقسيم اصغر مما هي عليه الان وثم بدء حلها. لكن الذي حصل لاحقا هو ان الحوثي استفاد من هذه المشاورات والتفاوض في السويد وانجز مهام اكثر على الارض، حيث استعاد بعض الاماكن التي كادت ان تخرج من يده، وايضا تجنيد قوات جديده، واخذ نفس وراحه من الحرب التي كادت ان تهلكه خاصه في منطقه متراميه الاطراف مثل الساحل التهامي، وايضا استطاع ان يدخل اسلحه نوعيه جديده من ضمنها تكنولوجيا السلاح المسير. هذا الامر استفاد منه، وبالتالي يعني فشلت الجهود الدوليه، ولذلك الان الامريكيين يبدو انهم هم في الاخير موقف الولايات المتحده الامريكيه هو موقف الرئيس الامريكي ترامب، لانه حتى لو صوت من السوق الامريكي والكونجرس ضد قرار دعم التحالف العربي او ايقاف التسليح، لكن يبقى حق الفيتو لترامب لاسباب كثيره. ترامب لديه خطه في اليمن فيما يتعلق في المنطقه، وهي اولا الحصول على المال بأكبر قدر ممكن، وهذه الحرب توفر له هذه الأموال وتوفر له أشياء كثيرة. استفاد أيضا البند الثاني وهو إضعاف إيران وتدخلات إيران في المنطقة، وهذا أيضا الموضوع في اليمن قائم. فيبدو أن الموقف الأمريكي يتجه باتجاه ليس بإنهاء الحوثي وليس إضعاف حتى الحوثي، وإنما احتواء الحوثيين تحت الخطة الأمريكية. طيب هل يعني ذلك تطور في الدعم، يعني بعد افتراض الفيتو الذي سيقوم به ترامب في حال ما قام به، هل سيتطور الدعم الأمريكي وربما يتحول إلى تواجد أو مشاركة عسكرية بشكل أو بآخر في اليمن، أم أنه سيكتفي في إطر دبلوماسية سياسية، دعم سياسي؟
أولا الدعم الأمريكي هو قائم منذ البداية في جانب لوجستي معلومات وأقمار صناعية وتكنولوجيا وخبراء. بالنسبة لمسألة التواجد على الأرض، هذا يتعلق بمسألة الحرب. كلما طالت الحرب ليس في اليمن فقط، في أي منطقة في العالم، كلما زاد التدخل والنفوذ الخارجي، وأنا أعتقد في اليمن بدأ التدخل الخارجي وأصبحت الآن هناك تصريحات واضحة للبريطانيين، وربما أتوقع خلال الأشهر القادمة سيكونوا موجودين على الأرض، وبالتالي معناه سيكون تواجد الولايات المتحدة أيضا بقوات. معناه أن الحوثيين ربما سيتحالفون مع الروس، أو بمعنى أصح أن القضية اليمنية بدأت تنحو منحا إقليميا ودوليا كمنطقة صراع للنفوذ الإقليمي والدولي، أكثر من كونها قضية انقلاب وتمرد وأيضا جريمة من قبل ميليشيات ضد الدولة. هذه إشكالية كبيرة جدا، وهذا سبب تأخير الحسم العسكري على الأرض، إلى جانب المخاوف التي لدى التحالف العربي، وهي نقطتين مهمتين. الأولى المخاوف من البدائل للحركة الحوثية بالذات لاستفادة بعض الأحزاب السياسية مثل الإصلاح من الواقع، والنقطة الثانية مخاوف من عدم رضا الولايات المتحدة أو بريطانيا في إذا ما حسمت الأوضاع على الأرض، بمعنى أنهم ربطوا أنفسهم بالخارطة الأمريكية البريطانية أو بالخارطة الأمريكية الإيرانية، وأنا أتوقع أن لدى الأمريكا والبريطانيين خارطات وخطط مستقلة عن الوضع الحالي، حتى عن الوضع المعلن للأمريكيين والبريطانيين مع الخارجيين، وأتوقع أن ليس لديهم عداء مع الحركة الحوثية إطلاقا بريطانيا، وبالتالي سيمكنون الحركة الحوثية في مناطق الشمال لتشكيل حكم شبه ذاتي أو حتى ذاتي، أو مشاركة في الحكم مع بقى القوى العسكرية، وهو ما يعني أن المستقبل سيكون مؤلم جدا للمملكة العربية السعودية عند وجود حركة مدعومة من إيران في خاصرتها. يعني أشكرك، كنت معنا من إسطنبول الصحفي والباحث السياسي عبد السلام محمد. قبل عودة إلى سيد لبيب ناشر، أرحب بمن ينضم إلينا الآن من عمان، المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. وأعود إليك سيد ناشر، يعني كان قبل سنوات في فترة أوباما كان هناك حديث عن خطة جون كيري بما يتعلق باليمن، هل ترى أن إدارة الرئيس ترامب قد تطرح شيئا مشابها في هذا الوقت، خاصة مع الضغوط المتصاعدة والمتكررة من قبل البرلمان أو مجلس الشيوخ ومجلس النواب أو الكونغرس بشكل عام في أمريكا؟ ترامب تختلف تماما عن سياسة أوباما. ثانيا، أنا سمعت كلام الأخ الضيف الذي من إسطنبول، ولا أعتقد مطلقا أن أمريكا قد تفكر بتدخل في حرب اليمن بقوات على الأرض. هذا رأيي الشخصي أنا من خلال ما ألمسه من الواقع السياسي الموجود في الولايات المتحدة حاليا، ومن حديث السياسيين الأمريكيين. سياسة الرئيس ترامب تقوم على الدفع بالقوى الإقليمية لحل مشاكل المناطق التي تتواجد فيها. سياسة الرئيس ترامب صحيح أنها تعزز من القوات المسلحة الأمريكية والقوات النارية والضاربة لدى الجيش الأمريكي، ولكن هذا لا يعني أنها في يوم ما ستتدخل في اليمن، خاصة وأن هناك حكومة، أعود مرة أخرى لهذا الموضوع، أن هناك حكومة شرعية. وإذا عدت إلى تاريخ التدخلات الأمريكية بقواتها على الأراضي لأي دولة أخرى، هي لا تتدخل إلا في حالة كانت ضد حكومة مسيطرة، أو كانت الدولة ليس فيها أي حكومة، يعني مثل ما كانت الصومال مثلا تدخلت في العراق ضد صدام حسين، تدخلت في أفغانستان ضد القاعدة، لكن لا يمكن للحكومة الأمريكية أن تتدخل لدعم حكومة لديها جيش، لا يمكن للحكومة للجيش الأمريكي أن تتدخل على الأرض مع حكومة لديها تحالف يدعمها من الإقليم، هذا شيء مستبعد تماما. مرة أخرى، صدر قرار الرئيس الأمريكي أمس، وكان واضح في نصه بأن يجب إزالة القوات الأمريكية المشاركة في حرب اليمن. ليس هناك قوات أمريكية مشاركة في حرب اليمن، هناك مجموعة من الخبراء
الذين يدعمون الجيش الامريكي، هم لا يدع عفوا الذين يدعمون الجيش السعودي او القوات المسلحه السعوديه، هم الخبراء الامريكيين موجودين في السعوديه والوحدات الفنيه الامريكيه الذي تعمل سبورتنج للقوات المسلحه السعوديه، هي ليست موجوده هناك من اجل فقط حرب اليمن، هي موجوده من قبل ذلك بعشرات السنوات لتدريب ودعم الجيش السعودي، ولكن لديهم بعض الخبراء المخصصين في تحليل بيانات الأقمار الصناعية، بعض الخبراء الذي يساعدوا في عملية التدريب. نعم. الآن سيكون الوضع أسوأ، بمعنى السعودي كان يصيب في 3 ضربات من 5، الآن يعني ما شاء الله، كيف سيكون الوضع؟ الله أعلم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى سيد ناشر. أرحب مرة أخرى بضيفنا من عمان المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع. السيد عبد الناصر، كيف تقيم بشكل عام الموقف الأمريكي في الضغط من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، نظرا ل يعني خصوصية الوضع الحالي وما وصل إليه اتفاق ستوكهولم من تعقيد وتجزئة ربما من ناحية أخرى؟ سيد عبد الناصر. أيوة تفضل. نعم، كنت سألتك كيف تقيم الموقف الأمريكي في الضغط من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الآن، خاصة بعد التطورات التي وصلت إليها بعد 3 أشهر تقريبا من الاتفاق الذي جرى في رينبو في السويد آنذاك في ديسمبر الماضي؟ مساء الخير. أولا لم يحدث اتفاق في السويد على أساس تكون المسألة واضحة، ما حدث أنه هذه الوثيقة تم فرضها، وتم فرضها على الإمارات والسعودية عمليا، والهدف منها كان هو وقف معركة الحديدة، وقف إطلاق النار، تم فرضها من الأمريكان تحديدا ومن بقية الدول الأوروبية وبريطانيا، وبالتالي الهدف الأساسي لا زال صامد وهو وقف إطلاق النار. الأمور الأخرى يحاول المجتمع الدولي، يحاول المبعوث الأممي أن يحدث فيها اختراق، لكن كما نعرف البنود الأخرى لا يمكن لا للحوثي ولا يمكن للطرف الثاني بأن ينفذ هذه البنود، لأنها عمليا كون العملية لم تكن اتفاق بمعنى أن الطرفين بإرادتهم برغبتهم توصلوا لهذه الوثيقة ولهذا الإعلان، وكونهم لم يشاركوا فيه، وبالتالي ليس هناك أي نية لديهم بأن ينفذوا هذا الاتفاق. سيبقى موضوع وقف إطلاق النار صامد إلى حد كبير، كون هذا الأمر هناك إرادة لتفعيله، وسيظل يحاول المبعوث والمنسق الدنماركي على الأرض تنفيذ هذه البنود، لكن أنا لا أعتقد بأن هناك أي إمكانية لتنفيذ بقية بنود اتفاق إعلان السويد، لأن الحوثي بالنسبة له هو مستعد فقط أن ينقل القوات من يده الشمال ليده اليمين، بمعنى أن يأتي بقوات تابعة له ويقول هذه قوات الذي نص عليها اتفاق السويد، فيما الطرف الثاني والحكومة لا يمكن، أو القوات التي هي الآن على مشارف الحديدة لا يمكن أن تقبل بأن تنسحب وأن توجد منطقة عازلة، ومن ثم تكون معركة الحديدة قد حسمت بهذا الشكل، بمعنى أنه لا حرب ولا سلم في الحديدة. تفضل بالبقاء معنا السيد المودع. أعود إليك أستاذ لبيب ناشر، في سياق يعني أن احنا تحدثنا حول الإمكانية زيادة التدخل العسكري من عدمه، لكن ماذا عن الأداء يعني الأدوات الدبلوماسية والسياسية؟ ما الذي يمكن إذا كانت إدارة ترامب كما تقول تختلف عن نهج إدارة أوباما، ما الذي ستفعله حيال الملف اليمني وهي التي يبدو أنها تحاول التخلص من أعباء أصدقائها في المنطقة إن صح التعبير باستثناء الكيان الصهيوني إذا ما تحدثنا عن ذلك؟ أعتقد حاليا سيكون أمام الإدارة الأمريكية الضغط على مجلس النواب
تعديل قراره في المستقبل والاستئناف او العمل على حتى النواب الجمهوريين على فتح باب اخر لدعم القوات السعوديه والاماراتيه قوات التحالف. ولكن يا عزيزي نقطه مهمه جدا، القوات السعوديه لم تنجح، الشرعيه لم تنجح لكي تساعد امريكا او غير امريكا بالدفع في اتجاهها. سأعطيك مثال بسيط. في هذه الأيام يقوم الكونغرس باستجواب عدد من الدبلوماسيين والسياسيين والعسكريين فيما يتعلق بتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في دولة أخرى اللي هي فنزويلا. يعني فقط لهم أسابيع على ما حصل في فنزويلا، والآن هم يحاكموهم ويسألوهم حول ما جدوى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا. تخيل أن هذه الأسئلة كانت تطرح في الكونغرس لمدة 4 سنوات حول ما جدوى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في دعم قوى التحالف في اليمن. إلى أين وصلنا؟ ماذا حدث؟ أمريكا تهتم جدا لحقوق الإنسان. إن لم تكن الإدارة إدارة ترامب فهو الكونغرس يهتم جدا جدا في هذا الجانب. وما يحصل حقيقة في حرب اليمن هو هدم كبير جدا لحقوق الإنسان من قبل الطرف الحوثي الذي للأسف، ركز معي في هذه النقطة، للأسف لم تعمل منظمة المجتمع اليمني المساندة للشرعية والدبلوماسية اليمنية على إظهار هذا الملف بالشكل الكبير، وكان آخرها ملف حقول. ولكن بالمقابل الكونغرس الأمريكي يرى بوضوح وبعدسات مقدرة كل ما يحصل من قبل التحالف وطائرات التحالف في داخل اليمن. هذه غلطة كبيرة يتحملها الدبلوماسية دول التحالف أو السلك الدبلوماسي في لدول التحالف وللشرعية. هذه أيضا نقطة لا تساعد الإدارة الأمريكية في تمديد فترة مساعداتها أو كمية مساعداتها. فالموقف حرج لدى إدارة ترامب، حرج جدا جدا. موقف التحالف حرج جدا بعد قرارات الكونغرس وبعد قرار الرئيس الأمريكي أمس. موقف الشرعية أكثر حرجا. أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك المحلل السياسي السيد لبيب ناشر. بالعودة إليك سيد المودع، وفقا يعني أو بوضع الاعتبار لما تفضل به سيد ناشر، برأيك ما الذي سنقبل عليه في قادم الأيام، خصوصا أن هناك من فهم تصريحات جيرمي هانت عندما كان في عدن على أنه ما يمكن أن يكون حرب قادمة وستستمر إلى أمد طويل؟ هل سنشهد يعني سنشهد ذهابا او لجوءا للحل عسكري، ام ان هناك نفس للحلول السياسيه لا زال بالامكان الامل به؟ الجميع يؤكد، العالم الخارجي يؤكد بانه لا حل عسكري في اليمن، وهذا يعني بانه الكل يرى بان ليس هناك من افق لنتيجه لنصر عسكري وفقا لآلية الصراع التي حدثت منذ 4 سنوات وحتى الآن. وبالتالي ليس هناك من طرف سيدعم أي عمليات عسكرية كبيرة. صار المجتمع الدولي يقبل بحرب استنزاف في مناطق خالية من السكان، أما في المناطق كثيفة السكان يبدو هناك فيتو مثل ما حدث للحديدة، فيتو في بقية مدينة تعز، فيتو في الاقتراب من صنعاء. وبالتالي عمليا المعركة أصبحت من الناحية العسكرية غير مقبول الاستمرار فيها، إلا كما ذكرت لك في المناطق خالية من السكان، وبالتالي ستكون حرب هذه الحروب الهامشية. لهذا السبب الدعم الأمريكي به وبغيره لن يغير كثير من المعادلة على الأرض. الدعم الأمريكي هو دعم كان محدود جدا، وكان يقتصر فقط على دعم تزويد الطائرات بالوقود ودعم استخباري، لم يكن هناك أي مشاركة أكثر من ذلك فيما يتعلق بالحرب ضد الحوثي. هناك اهتمام أمريكي آخر باليمن وهو محاربة القاعدة وداعش أو أي منظمات إرهابية، لكن الحوثي بالنسبة لهم ليس موضوع كعدو لأمريكا، وبالتالي حتى من الناحية القانونية لا تستطيع أمريكا أن تدخل في حرب مع الحوثي ما لم يقوم الحوثي بأي عملية ضد الأمريكان مباشرة.
لهذا السبب لا نتوقع بأن تكون هناك معارك كبيرة قادمة. هناك تحذيرات، تم فقط تهديد للحوثي من أكثر من طرف بأنه لم يستجب وأن لم يقدم مرونة في الحديدة، فمن المحتمل أن تسالف الأعمال العسكرية. لكن أعتقد حتى مطلقي هذه التصريحات هم أنفسهم يحذروا الإمارات ويحذروا السعودية من أي عملية عسكرية جديدة في الحديدة، ولنفس الأسباب التي أدت إلى إيقاف المعركة. يعني الجانب الإنساني يظل هو الجانب الرئيسي الذي الآن تحتكم له هذه الحكومات في الغرب. هناك ضغوط كبيرة من المنظمات الحقوقية، هناك الكارثة الإنسانية التي مستمرة في اليمن، وهناك أيضا الصراع السياسي بين الأحزاب المتنافسة والذي صارت اليمن أحد موادها. ومن ثم ليس هناك من استعداد لأي سياسي، بما في ذلك ترامب الذي بدأ في لحظة من اللحظات وكأن لديه سياسة مغايرة لسياسة أوباما فيما يتعلق بحرب في اليمن، لكن اتضح بأنه استمر على نفس النهج. هناك فقط تغيير في الصياغة في الألفاظ فقط، لكن عمليا لم تقدم إدارة ترامب أي تغييرات نوعية في دعمها للسعودية والإمارات في حرب اليمن. لا زالت أيضا نفس التصورات، والتي هي تصورات تصيغها وزارة الخارجية والبنتاغون والسي اي اي، يعني المؤسسات وليس الرئيس، وهي نفس المؤسسات التي كانت أيام أوباما. هذه المؤسسات تقول بأنه لا أفق ولا حل عسكري في اليمن، وأن الأداء القوات التحالف والقوات المحلية التي تدعمها لا هذا تقييمهم بأنها ليست قادرة على إحداث نصر عسكري سريع وحاسم ضد الحوثيين. لهذا سيظل الجميع في حالة فقط تعاملوا مع الأحداث بطريقة رد الفعل. في نفس الوقت في حال كان هناك عمليات عسكرية كبيرة يتدخلوا لإيقافها أو الحد منها. أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من عمان المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المدع. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.